أعزائي طلبة وطالبات المعهد الفني الصحي بأسيوط أو أي حد بيسمعنا من معاهد أخرى شعبة الأجهزة الطبية، أهلا وسهلا بكم في مادة تقنيات الأجهزة الطبية. ما زلنا في Therapeutic Devices أو الأجهزة الطبية المستخدمة في العلاج، وموضوع محاضرة اليوم هو الأكسجين سيلندرز أند فلو ميترز، أسطوانات الأكسجين. أغلبنا شاف أسطوانات الأكسجين في المستشفيات وفي العيادات. ده شكل أسطوانات الأكسجين، بيكون عليها عدادات ومحابس. العلاج بالأكسجين، العلاج بالأكسجين بيستخدم للمرضى اللي عندهم نقص في نسبة الأكسجين. في أكتر من طريقة لتوصيل الأكسجين للرئتين بتوع المريض، ممكن باستخدام النزال كانولا أو القنية الأنفية أو الفيس ماسك، وبيكون داخل حجرة بيسموها حجرة الضغط العالي. وطبعا الأكسجين ده لازم لعمليات الاحتراق داخل الخلايا، الميتابوليزم أو التمثيل الغذائي، وده بيكون متطلب بكميات معقولة. لو زادت نسبة الأكسجين عن الكميات المعقولة دي ممكن يسبب تسمم بالأكسجين. والنسبة المثلى للأكسجين بتكون من 94% ل 96%. ده الفيس ماسك، ودي النزال كانولا. الأكسجين بيتم إنتاجه وفصله عن طريق تفاعلات كيميائية وتقطير تجزيئي. الأكسجين بيتخزن في عدة صور. أول حاجة الصورة السائلة، بيكون متخزن في تنكات، والطريقة دي بتكون مشهورة في المستشفيات. ممكن يبقى الأكسجين موجود على صورة غاز مضغوط وبيتخزن بالطريقة دي، وبيوصل حجم الاسطوانة الواحدة انها تشيل 6500 لتر، وسعة الاسطوانة الواحدة بتوصل لحد 6500 لتر، ودي ما يسمحش بتخزينها فترة طويلة. والاسطوانة دي ممكن تاخد يومين لو شغال بمعدل سريان 2 لتر في الدقيقة. وممكن استخدم الاكسجين مباشرة بعد التفاعل الكيميائي. في حالة الجرعات البسيطة من الاكسجين بستخدم النزال كانولا، وبكون معدل السريان من 2 ل 6 لتر في الدقيقة. أو ممكن أستخدم الفيس ماسك ومعدل السريان بيكون من 5 ل 8 لتر في الدقيقة. في حالة الهاي فلو أكسجين ديليفري فبستخدم ريسيرفوار ماسك أو هاي فلو نازل كانولا البوزيتيف بريشر ديليفري. ده بيستخدم لما المريض يكون مش قادر يتنفس، وبالتالي أنا محتاج أدفع الأكسجين للرئتين. الأكسجين اللي على هيئة كومبريست جازز ده بيستخدم في العلاج مع معدات طبية أخرى زي النوبولايزرز أو البخاخات. وفي الحالة دي الفلول ريت بيكون من 8 ل 10 لتر في الدقيقة. دي الأجزاء بتاعت الأكسجين ديليفري. أدي أسطوانة الأكسجين، وأدي عداد الضغط، وأدي عداد قياس السريان، وأدي الصمام للتحكم في كمية السريان، وأدي الهيوميديفاير بوتل أو المرطب، ودي بداية الكانولا. معدات العلاج بالأكسجين لازم تتنظف كويس، وكذلك الكانولا بعد إخراجها من أنف المريض. المرطب أو الهيوميديفاير لازم يتنظف مرتين في الأسبوع بماء دافئ مع صابون، وبعد كده بيتم إعادة ملئه بماء مقطر لو احتاج الأمر. وأوعى تملأ البوتل بتاعت الهيوميديفاير بالمية على الآخر، إن المية الزيادة هتتجمع في الأكسجين تيوبينج. أتمنى تكون محاضرة اليوم واضحة، وأشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة مع جهاز طبي جديد ألا وهو النيبولايزرز أو البخاخات. شكرا لحسن استماعكم.